نروح بقى للبعثه المصريه المشاركه في دوره الالعاب الافريقيه في غانا حاليا. اليوم منتخب مصر للطائره الشاطئيه بطلا لدوره الالعاب الافريقيه اوكرا 2023. منتخب مصر سيدات للكره الطائره الشاطئيه يتوج بذهبيه منافسات دوره الالعاب الافريقيه المقامه في غانا، ده طبعا بعد التفوق على منتخب موزمبيق بنتيجه 2-1 في النهائي. وبالتالي بقى مصر بترفع رصيدها الى 118 ميداليه حتى الان بدوره الالعاب الافريقيه. كمان بقى تستمر البعثة المصرية في تحقيق الميداليات خلال منافسات النسخة 13 من دورة الألعاب الإفريقية والتي تستضيفها مدينة أكرا الغانية حتى يوم 23 مارس الجاري. ويمكن نجحت البعثة المصرية في الحصول على 117 ميدالية متنوعة حتى الآن، وطبعا بواقع 67 ميدالية ذهبية و28 ميدالية فضية و23 ميدالية برونزية. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخباتنا الوطنية، ودائما مصر الحقيقة في المقدمة.